داخل الملعب بنهائي اليورو بعد فوز اسبانيا على انجلترا، ومحمد ابو رحاب المحاضر والمدير الفني. كابتن محمد من داخل ملعب اللقاء، مساء الخير يا كابتن. ازي حضرتك يا كابتن سيف، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس؟ بخير يا فندم، ازي حضرتك؟ موجود في الملعب، شفت المباراة ازاي من ارض الملعب؟ الصراحة يعني احساس لا يوصف في نهائي اليورو، انجلترا واسبانيا حاجة فوق الخيال. الحقيقة ماتش غريب وعجيب، وسيناريو غريب وعجيب في اللحظات الأخيرة، يعني في الدقايق الأخيرة أسبانيا تخلص، وبعديها بدقيقتين ثلاثة إنجلترا تضيع هدفين مؤكدين. مشهد غريب جدا. المباراة كان متوقع لها فوز أسبانيا، للجمهور الألماني هنا في ألمانيا كان متوقع ده بشكل شوية قوي، ولكن في النهائيات مفيش حسابات مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر، زي ما حضرتك لسه قايل حالا. للدقايق الأخيرة محدش كان عارف مين اللي هيفوز باللقاء يعني، لكن الثبات الانفعالي اللي موجود داخل التيم الأسباني هو اللي حسم الموقف في النهاية. دايما يقولوا البطولات بتصنع نجوم، هل البطولة دي نقدر نقول إن لامين لامال هو واحد من نجوم هذه البطولة، ولا هناك أسماء أخرى من وجهة نظر حضرتك؟ من ناحية أسبانيا طبعا لامين يامال، و وفي اكتر من مجموعه ظهرت بشكل كويس جدا، يمكن اعاده تقييم لبيلينجهام برضه في انجلترا كان مقدم بطوله اكتر من رائعه، ونفس البطوله برضه انهت مشوار ناس كتير يعني، في منهم نجم انجلترا طبعا وكابتنهم هاري كين، ما اعتقدش ان هو هيكمل بنفس المستوى دوت لان زيرو بطولات زي ما حضرتك عارف يعني. هو للاسف الكره احيانا ما تكونش عادله، ممكن تعمل مشوار كبير والبطولات ما تكونش كتير للاسف. للاسف، وبيلينجهام واحد من الناس الغير محظوظين يعني مع المنتخب او مع الانديه اللي لعب ليها. حتى بايرن كان على امل ان هو يفوز باليورو، وللاسف برضه ما حصلش. بشكرك كابتن محمد، ومبروك لاسبانيا، وهارد لك لانجلترا. ميرسي جدا ليك كابتن زاهر ولمستمعينك الكرام، وشكرا على استضافتي. اشكرك. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كابتن محمد ابو رحاب المحاضر والمدير الفني.